في حد من المجتمع المدني موجود؟ مين؟ طب ادوا الميكروفون للي هو ممدوح. اتفضل يا فندم. قول انا كلمتك في التليفون كم مره عشان موضوع اللحوم. حضرتك كنت تفتكر ولا افكرك ولا؟ والله كلمتني كتير جدا جدا في موضوع اللحوم، وبالذات في تربيه الحيوانات، وبالذات في كيفيه اضرار اكبر حاجه انتاج حيواني والبان حقيقي. ويمكن انا قلت لحضرتك ان يمكن الأرمان انها بتعمل هذا الموضوع لكن على الفلاح بس مش مزارع. يعني انا بدي الراس الماشيه للفلاح مجانا انه ينتج منها البان وينتج منها لحوم. انت كنت بتكلمني على الرؤوس العاديه يا فندم، كنت بتكلمني على الرؤوس العاديه العاديه يا فندم. ايوه ده كنت لغايه دلوقتي على وانا قلت له اذا كنت عايزين تغنوا الناس انت لازم تدي الرؤوس ديت اللي هي بتنتج انتاجيه عاليه سواء كانت في اللحوم او في الالبان، صح كده؟ صح يا فندم. قلت لي سيادتك ممكن نغير الراس الماشيه اللي بياخدها ونديله راس ماشيه تنتج لحوم او البان مقابل ان احنا هنزود شويه تغذيه بالنسبه له عشان يقدر وهيجي له ربح اخر السنه. فعلا احنا حسبناها تماما بدقه، ممكن يوصل في السنه الواحده 500 الى 600 كيلو جرام. وسيادتك كلام ده جدا، انا كنت في البرازيل 3 سنين كنت هناك، فعلا بيصل اقل راس هناك 600 الى 700 كيلو. طيب انا بس قصدت بالرومان وبقصد خير وبكل منظمات المجتمع المدني ان احنا مرحبين بكل جهد، ومش مرحبين، احنا محتاجين كل جهد لكل مصري يعني مخلص وشريف من اجل بلده. وبنقول للناس لما اتكلمنا في النقطه دي قلت له انتوا يعني انتوا بتدوا راس ماشيه بتطلع 7 من 10 كيلو، يعني 20 كيلو في الشهر بالظبط يا فندم كده، و7 ل 8 كيلو لبن في اليوم. قلت له لو انت تخلي المزارع ده يطلع 45 كيلو في الشهر في الراس في 6 شهور، يعني حوالي 300 كيلو تقريبا. ال 300 كيلو دول ده ضعف الكميه اللي كان بينتجها قبل كده، يبقى انت غنيت ولا ما غنيتوش؟ غنيته يا فندم حقيقي في اخر السنه، لانه بعد ما كان بيطلع 20 هينتج لا مؤاخذه 150 كيلو ولا 200 كيلو، حاجه غريبه. ممكن يقول لك الناس يا عم انت ايه اللي بتقوله دوت في التلفزيون؟ ممكن الناس تقول كده دلوقتي، انت ايه اللي بتقوله؟ قال بقوله عشان بلدي، بحلم، عايز اغير حياه الناس، واغير حياه الناس بفكره. بايه؟ بفكره. طيب ما هو النهارده بقى معالي وزير الزراعه مع منظمات المجتمع المدني مع حياه كريمه مع ده مستعدين يا دكتور مصطفى نحط رقم ضخم لعمليه الاحلال اللي بتكلم عليها. وبالمناسبه انا ما بقولكمش دوهم للناس ببلاش، لا، ادوا للناس ورعوهم وخليهم يعرفوا يغذوا الحاجه بتاعتهم كويس والصحه وموضوع الصحه كويس، وبعد كده في الاخر ما انتوا بتاخدوا منهم المنتج، مش كده يا ست؟ لا.